كنا وصلنا يا مولاي لما غانم راح للمغارة برجلي وتفاجئ بياسمينة رفع سيفها عليه وطيرت سيفه من بين ايديه وساعتها ظهر حداية ومحداية وعرف مين قدامه. قلت الكلام ده قبل كده يا شهرزاد. بالظبط يا مولاي بالظبط، ما هو مش مستاهل انه يصدق، لكن كان لازم في الاخر يجيبوا له من الاخر وجزء من الحقيقه قصاده يبان. ده شغل بدنجان، ايه بقى اللي هيبان وايه اللي مش هيبان؟ هيبان يا مولاي هيبان. ياسمينة. ايوه ياسمينة يا غانم، ياسمينة بنت عمك علي بابا اللي امك وابوك غدروا بيه. انت بتقول ايه؟ ده يا ابني اسكت كفايه. اللي تعمروا عليه هو السلطان كد. انت كداب، كلكم كدابين، ودي مش ياسمينة. ايوه دي مش ياسمينة اكيد. انا مش ياسمينة يا محدايه. هي يا دنايا، ده انتوا اتخطبتوا وانتوا صغيرين. وده كان امتى يا اما فكريه؟ ليله ما غدروا بعلي بابا والسلطان، فاكر يا غانم؟ اللي غدروا بيه ليلتها هم الحراميه يا ام حدايه. الحراميه اللي بتتكلم عنهم دول اتغدر بيهم ويا السلطان وعلي بابا. كل رجاله اتقتلوا بامر من امك وابوك يا امير. لا لا انا مش قادر اصدق. ام حدايه عمرها ما بتكذب، عمرها ما بتنسى. لا ده حلم كابوس، انا مش قادر اصدق كل اللي بيتقال دوت. كلكم كدابين، ودي مش ياسمينة. طب والقمر؟ القمر اللي كنا بندور عليه في المية يا غانم، اللي كنت بتمد ايديك عشان تجيبهولي. ياسمينة انت حقيقي ياسمينة؟ اذا كنت كده افتكرت، افتكر لما ترمى علي بابا والسلطان قدامك وقدامها غانم، افتكر. يعني عايزين تقولوا ان الحراميه مش هم السبب، لكن امي وابويا واللي معاهم يا غانم؟ ام حدايه. على عيني يا ابني، سامحني وسامحهم. الكلام اللي بيتقال ده صحيح يا ام حدايه؟ غانم يا ابني بلاش تكشف مكاننا علشان خاطري. انا بسالك اذا كان الكلام اللي بيتقال ده صح ولا لا. ردي. صح يا ابني، على عيني يا دنايا، على عيني انك تتألم كده هوت وتنجرح. طب ليه يعملوا كده ليه؟ بص للي هم فيه تعرف عملوا كده ليه. امك دلوقتي سلطان على العرش مكان السلطان اللي اتغدر بيه، وقاسم مكان علي بابا. مطرح اخوه ابويا. افتح يا سمسم. ده مين ده؟ ده صوت علي بابا، صوته ما نسيتوش. ابويا افتح يا سمسم. اللي حسبته حصل لعبها مع المسكوك ونجح يا نهار له. هي غريبة، امال الجن قال ياسمينة مع حداية؟ لا مش في المغارة. علي بابا، علي بابا. ياسمينة فين؟ جوه. خش ابويا. ياسمينة ياسمينة حبيبتي، كبرتي يا بنتي، قال عليك تنهيتني. الحمد لله على السلامة يا ابني. ازيك يا محداية؟ ازيك يا علي بابا. ازيك يا شومان؟ الحمد لله على السلامة يا علي. مين ده يا حداية؟ أنا ابن اللي اتأمروا عليك وباعوك يا عمي، ابن قاسم وهواني. لسه فاكرني يا عمي؟ فاكرك. أنا مش ممكن أنساك يا ابني. لكن أنت إيه اللي جابك هنا؟ اللي جاب المغارة يا شومان؟ اوعى تكونوا خطفتوه. هو اللي جه شايل سيفه علينا يا ابني. لحد ما قالوا لي على الحقيقه يا عمي وانكسر سيفي. قالوا لك ايه؟ قلت له ايه يا حدايه؟ قلت له ايه يا محدايه؟ كان لازم اعرف اللي عملوه امي وابويا معاك يا عمي. وبعد ما عرفت اللي حصل هتعمل ايه يا ابني؟ اطمني يا محدايه، ما تخافيش، مفيش حد منهم هيعرف اي شيء عنكم. انا ماشي يا ياسمينة. استنى يا عمي، مش هقدر استنى اكتر من كده يا عمي. ليه عملت كده؟ اذا كان على الخوف منهم يا علي. انا مش بتكلم على الخوف شمال، وانا مضمنوش، ده رباية هوانم. انا مش بتكلم على كده يا حدايه، انا بتكلم عن ياسمينة وغانم.
واللي جرالهم من أفعال غيرهم. ليه دفعهم حساب شر هم ما عملهوش؟ طب مين كان يقدر يمنع اللي جرال يا أبويا؟ ما حصل وشلت التمن، وهو كان محمي هناك بين أبوه وأمه. شرمان فضل علي. تعال يا ابني استريح الأول. تعال أنا مش هرتاح غير لما نفذ اللي جاي عشان دي. مستني إيه؟ تاخد عسكر الجيش وعسكرك وتروحوا تهدوا الجبل كله؟ يعني الولد ضاع خلاص يا هواني؟ قلتلك ما سمعتيش، قلب زي الحجر، رميت الواد لهلاكه. لو انت أم حقيقي قاسم انت جننت برضه كنت هترميها. انت مستعدة ترمي أي حد؟ أي حد يا هواني؟ انت واقف مستني إيه؟ روح نفذ اللي قلتلك عليه. أنا اللي هشوف ابني بنفسي. الكلب ده لا يهمه غانم ولا انت في لحظه هتهميه. كل اللي حواليك اندال. لا بقى هش بقى، ابعد من قدامي، انا رايح اشوف ابني. ابنك جالك اهو. ايه يا غانم؟ ايه اللي حصل؟ حصل لك ايه يا ابني؟ رد عليا يا ابني. قول يا غانم ايه اللي حصل؟ دخلت المغاره فعلا واتقفلت عليا. وبعد كده حصل ايه؟ اللي امروا بيه الجن. بتقول ايه؟ جن ايه يا ابني؟ ايه اللي حصل جوه المغاره؟ ما انا قلت اللي امروا بيه الجن. الجن ما كانش كفايه بالنسبه لهم اللي جرالي في التكيه، قالوا نقدبه تاني بزياده عشان يبقى زي الحرافيش، هادي ومطيع. اتكلم معانا كويس يا غانم. انا بتكلم زي الجن. هما صحيح علموني ما اقلش ادبي عليهم، لكن ما تعلمتش لغاهم. الجده غواشم بس هي اللي تعرف. فاكرين الجده غواشم واللي شفته في اوضتها؟ اتقابلت مين جوه المغاره؟ قول من فضلك. سيبني زق ابوك يا غانم. ارجوك سيبني، انا تعبان. عارف يعني ايه تعبان؟ انا تعبان يا سلطانه، تعبان يا جوز السلطانه. ممكن تسيبوني بقى؟ انتوا كده فهمتوا غلط. انا مش راجع حاسب قاسم على اللي عمله معايا حدايه. امال راجع ليه يا علي؟ جاي تاني تسلمهم نفسك يا علي من غير ما تسمع كلامي ولا تشوف اللي حصل؟ من تاني هتنسى يا علي؟ اسكت يا حدايه واسمع للاخر. علي بابا لسه ما خلصش كلامه. هيخلص كلامه يعني هيقول ايه؟ انا كنت فاكر انه برجوعه هنقوى ونسوي حسابنا مع الاندال بالحيله وبالقوه. يا نهار اللو يا حلوين، مالكم؟ ما هو لسه حكينا على اللي عمله مع المسكوك، ضحك عليه ورجع. ده برضه كلام مش مظبوط. ابويا كده شكله مش راجع، لا بطاري ولا بطاركم ولا بطار. مع ان فرحتي برجوعك نسيتني الدنيا، بس رجعت من تاني افتكر كل اللي حصل لك وحصل لنا. مش ممكن هنساه ولا حسيب طاري بطارك. من تاني فهمتوني غلط. انا ما قلتش ان مش هعمل شيء ولا راجع عشان احاسب اخ بعني ولا ست جننها الطمع. انا راجع اغير كل شيء، راجع روحي روحين وعقل عقلين، عقل علي بابا وعقل عليش. بصراحه انا مش فاهم حاجه، واللون كده مش هو. ما انت المره الاولانيه برضو علي لما رجعت مع السلطان كان هدفك تغير كل شيء، وفي لحظه اضاع مننا كل شيء يا علي. المره دي هتختلف يا شومان. بالكلام برضو؟ مش بالكلام. المره دي انا راجع ورقبه الشر كله في ايدي، رقبه الملك المسكوك. غانم
غانم ايه اللي حصل؟ قابلت مين في المغاره خلاك ترجع كده؟ ما انا قلت الجن. حكايه الجن دي لعبه بتلعبها امك مع العصابه بتاعتها، تطلع على اللهبل ولا عديم الحيله من الحرافيش. لكن انا يا غانم ما تقوليش الجن، قابلت مين خلاك ترجع متغير كده؟ وعرفت ازاي يا والدي؟ ملهاش تفسير تاني يا ابني، انت دخلت المغاره واتقفلت عليك وبعدين خرجوك ورجعت بالشكل ده. طب ايه؟ هما مين بقى بالظبط؟ انت اللي بتسالني يا غانم، انت اللي تقول. ما انا قلت الجن وعايز اقول شيء تاني، انك بقى تسيبني تاني يا غانم. بتقول سيبني؟ ايوه، وبرجوك، برجو لكل ما حد يقرب مني، انا عايز الكل يسيبني، مفهوم يا والدي؟ يا غانم انا ابوك، انا ابوك قاسم اللي ماشي وراك يحميك، يكشف لك كل حاجه من غير كذب. من غير كذب؟ متاكد يا والدي؟ طبعا يا غانم من غير كذب، زي حكايه الجن اللي حاولوا يدخلوا بيها عليك، ولولا انك صدقت كلام امك ما كانوا في التكيه اثروا عليك. لكن بقى في المغاره اثروا يا والدي، اثروا فيا خالص، وما عاد عندي حيل ارد عليهم او عليك. غانم يا حبيبي، انا قلت تعبان وسيبني، ممكن بقى يا والدي؟ فاكره يا هوانم لما قلت لك في الاول خد السحر غواشم هينفعك وانت رفضتي؟ طب وانت بتعمل ايه؟ لازم دلوقتي توضح وتقول علي بابا موجود في سلطنتي ولا فين؟ ما اقدرش اقول، خصوصا بعد ما اتفق الانس الملعون مع مولاي الملك المسكوك. مش جاد هش 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 هش. دلوقتي ما اقدرش اعلن عن شيء. امال جاي ليه؟ جاي احذركم. تحذرنا من ايه يا دم؟ من الاتفاق يا دقيقه. الله، انت مش قلت ان هو افرج عنه خلاص؟ اتفاق على ايه بقى؟ على الرهان يا هش. ايه ده؟ رهان؟ بتقول رهان؟ يخلص منك الاول يا هوانم، وبعدين يقضي على كل رجالك يا دقيقه. يخلص مني انا؟ واذا نجح ان يكون حليف مولاي بدالك هيقضي على كل رجالك. الله الله الله، دي خيانه بقى من سيدك. عفوا يا سلطانه، بدل ما تتحمقي وتزعقي كده فكري في الاول ازاي توصلي للانس الملعون وتقضي عليه قبل ما يوصلك. ونوصل له ازاي يا دمدم؟ اديني اماره. ممنوع يا دقيقه. طيب مجرد إشارة كده. ممنوع يا هش. طيب أول ما وصل السلطنة راح على فين؟ ما أقدرش، أنا جاي هنا من غير إذن المسكوك علشان أحذركم، لأني عارف إنه بيتفق مع ابنه الأمير محبوك الخاين الجبان. طب ليه ما بلغتش مولاك الملك المسكوك؟ ليه ما بلغتوش؟ كل العظماء بتيجي عليهم لحظة ويبقوا حمير ومحدش يقدر يمنعهم، وأنا جيت أحذركم بني آدمين هم جك الغم. ملك نجل يبيعني بسرعة كده. مش وقت شماتة يا قاسم. أنا بضحك لأنه مش بس المسكوك هو الحمار، انت كمان يا سلطان. روح من قدامي دلوقتي يا قاسم، روح. المسكوك ما عندوش مبدا ولا اخلاق. دلوقتي تعرفي ليه مديلك ايده؟ مش عشان سواد عينيكي، لا، عشان انت زيه يا سلطان، لا مبدا ولا اخلاق. ده اللي هو انا لوحدي يا قاسم. مين اللي تآمر على اخويا يا جوز السلطانه؟ انا ما قلتش اسالوه. ايوه بس انا برضه هجاوب. انا ما قلتش ان انا ملاك طاهر بريء، أنا زيك، بس كنت شاكك في اللعبة، دلوقتي اتأكدت. كل اللي في اللعبة دي يا سلطانة لازم يجي عليه الدور، ينداس بنفس المداس. شر، مالك متنح كده ليه؟ سيبك من كلامه واسمعني. استني لما أكمل كلامي. زي ما لعبت بيا وعديت عليا، دلوقتي المسكوك بيلعب بيكي، بيبيعك للي حسابه تقل معاكي
علي بابا اخويا. علي اخوك لازم اجيبه يا قاسم. اسمع، تهش تنش تقلب عليه البلد كلها، عليها وطيها وتهد المغارة. هجيب عليها وطيها، ولو حكمت هولع فيها ومش هرجع لبيه، ويبقى يهش علي بابا. ما تضيعش وقت يا عتيق، طلع معاه جند من الجيش، عايز النهار يطلع ولاقي علي بابا قدامي. أمر مولات. هو مين اللي عايزها يظهر قدامك يا مولاتي؟ تعال هنا عندي يا غانم. لو عديت هغرق يا أمي. تغرق؟ في بيني وبينكم دلوقتي بحور، أعديها إزاي بدون مركب؟ في إيه يا ابني؟ عجيبة يا أمي، عديت البحر ولا تبليتي؟ كأني سحر غواشم وياكي وقوة كل الجان. في إيه يا حبيبي؟ في إيه يا غانم؟ ما تشغليش بالك يا سلطانة، دي علة ملهاش دواء ولا حل. أنا ليا طلب واحد عندك يا والدي. أطلب عناية يا غانم. مش طالب غير الإذن منك ومن السلطانة هوانم إني أرحل. ترحل؟ ترحل مع مين وفين؟ مش عارف، لكن أقعد هنا تاني مش هقدر، مش قادر. أنت اللي عملت فيه كده. ده أنا لخبطت كيانه من الأول، لو كنت سبته كان طلع زي أمه، ثابت زي الحجر، مش زيك مهزوز. اللي لخبط كيان غانم إنه عارف الحقيقة هون، قابل علي بابا وعرف منه الحقيقة اللي تهز جبل. عارف إيه؟ عارف إنه مش ابنك، إنه ابن رمانة وعلي بابا.